أنا شايف إن المهمة مش سهلة على الفريقين، رغم تقدم فريق نهضة البركان بهدف لقاء الإياب، ولكن الزمالك قادر على التعويض خاصة في الحضور الجماهيري المتوقع داخل استاد برج العرب، ما يقرب من 60,000 أو يزيد من جماهير الزمالك المتشوقة يعني تحقيق بطولة أفريقية بعد غياب اللقب الأفريقي عن قلعة نادي الزمالك منذ 2002. والمباراة بالتأكيد لن تكون سهلة، والزمالك قادر على إحراز أكثر من هدف، وفريق النهضة أيضا لديه لاعبين مميزين ولديهم الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية وأيضا الحصول على اللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه بإذن الله. يعني الجميع يتمنى لقاء جيد ونهائي كونفدرالية أفريقية يعني بشكل يليق بالكرة الأفريقية. مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية هي مباراة متكافئة على الرغم من فارق الخبرات الكبير جدا لصالح نادي الزمالك في البطولات الأفريقية والشخصية اللي هو بيملكها والهيبة اللي هو بيملكها، لكن نهضة بركان الموسم اللي فات سيمي فاينل في نفس البطولة، الموسم ده فاينل وواصل فاينل بمسيرة رائعة يعني أزاح فيها أكثر من فريق متميز منهم مواطن الرجاء حامل اللقب في مرحلة المجموعات. فأعتقد إن هي مباراة هتلعب على جزئيات صغيرة جدا ومحدودة، ربما الكرات الثابتة هي السلاح اللي على الزمالك انه يحذر منه، السلاح اللي بيميز فريق نهضة بركان بشكل واضح، وده ظهر في اكثر من فرصة خطيرة في مباراة الذهاب في المغرب. اعتقد مسألة غياب عمر السعيد عن الزمالك في المباراة دي وان خالد بوطيب بقاله فترة يعني ما لعبش لانه هو لسه يدوب راجع من الإصابة وهي اللي هتمثل بس يعني مصدر قلق شوية للفريق. غياب فرجاني ساسي طبعا، لكن اعتقد الفريق تجاوزه وتجاوز النجم الساحلي في غياب فرجاني ساسي، وبالتالي ما فيش يعني مخاوف كبيرة جدا على تشكيل الزمالك خصوصا مع عودة جنش لحراسة المرمى. صحيح عمر صالح عدى مباراة كويسة، لكن جنش طبعا خبرة أعلى. في المقابل نهضة بركان سلاحه الأكبر هو لابا كوجو المهاجم منتخب توجو وصاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب. اللاعب ده أعتقد أنه هيكون مزعج جدا لدفاع الزمالك خصوصا لو الزمالك اندفع بشكل هجومي في الدقائق الأولى أنه يبحث عن هدف، واللاعب ده سريع جدا ربما في أول ربع ساعة أو حاجة يشكل خطورة. لا طبعا أكيد مباراة بالنسبة للجماهير الزمالكية مباراة كبيرة، وبالنسبة للزمالكية كمان مباراة أكبر. بالنسبة لنادي البركان طبعا بالنسبة له ليه طموحات كبيرة ان هو يفوز على نادي الزمالك، بس اعتقد الامور ممكن تختلف، كل واحد بيبقى جوه منطقته او على ارضه، الوضع بيختلف تماما جدا جماهيريا نفسيا تكتيكيا فنيا. نادي البركان فاز في الشوط الاول بهدف في اللحظات الاخيرة يمكن اسعد جماهيره، فبكرة المباراة تكون صعبة جدا على الفريقين، خصوصا فريق نادي البركان بيلعب خارج ارضه قدام 80,000 متفرج، يمكن مصدر جديد بالنسبة له قصاد ملعب بحجم وقمة برج العرب، فبالتالي الاجواء هتكون مختلفه عليه. اما بالنسبه كمان فنيا الزمالك هيدخل بدوافع كبيره جدا انه يفرح الجماهير الموجوده، فاعتقد نفسيا الموضوع صعب على البركان وكذلك على نادي الزمالك، لان الزمالك جريح بهدف فبالتالي هيلعب طول الماتش متحفز خايف من المرتدات، لان بيتميز لعيبه البركان بالمرتدات السريعه اللي شفناها في المباراه اللي فاتت. لكن باذن الله انا كمصري اتمنى طبعا فوز الزمالك، وانتوا كمان كما بتقولوا في المغرب اللي يلعب يربح.